بدينا المحاضرة هي. بسم الله. اليوم أو تكمل المحاضرات أمس، محاضرة أمس هي الوحيدة. اليوم بناخذ الأوتونوميك نيرفس سيستم. أمس خدنا الأناتومي، تشكيل وظائف، مقارنة، لكن تو اليوم بنبدو بيور هيك خلاص نربط الموضوع بالأوتونوميك نيرفس سيستم. أول حاجة التعريف والحاجات هي هتبدأ سهل عليكم في الأول. هو جزء من النيرفس سيستم، تقبلها ولا ما تقبلهاش؟ نقبلها، هو جزء من النيرفس سيستم، لكن يتحكم في الحركات الإرادية ولا اللا إرادية؟ انفولنتري. انفولنتري إرادية. لا إرادية. طيب خليني بروح، خليني نسأل فيكم، خلوني بروح نجاوب. باهي acts in our body، باهي زي مثلا يتحكم في السموث مصل، الكاردياك مصل والغدد. أكثر ثلاث حاجات يتحكم فيهم: سموث مصل، كاردياك مصل، والجلانس الغدد. باه شد معاي معلومة جديدة ونبوها للغاية، نبوها للغاية. أهو محل سؤال، دير عليه مهم، ام سي كيو. هذا هنا بتبدا تنزل. جماعة أمس حارف فيش تنزل، اللي فات ماهوش مهم هلبا، اليوم هو الكلام مهم. من وين يطلع؟ خلي نذكرك، هذا كان البرين، هذا كان البرين سيريبرم. باهي عندي هنايا سيريبيلم، ما مش موضوعي. عندي هنايا ميد برين، اهي او اسف البرين ستيم اللي فصلها ميد برين والبونز والمظله. اهي بعدين عندي 8 سيرفايكل، 12 ثوراسيك، 5 لمبر، 5 ساكرا، واحدة كوكسجيل تاخذ سوقهم. ركز معي، ركز معي. تو انا شني؟ الخمسة لمبر اللي قبل ثراسك، اللي بعدها ساكر. باهي يلا نجيو شني؟ أمس لما قلنا الفولنتري أو السوماتيك، باهي يطلعوا من الأنتيريور هورن متاع من السيرفايكل لحد الساكرة، جوك مليح، كلهم يطلعوا منهم، من كل الخلايا، من كل السيجمنت. لكن الاوتونوميك يطلع من امكانات محدده. حه عليك حه. امس خديناها هي اللي هي 10 9 7 3. الكرينيال نيرفز، الكرينيال نيرفز انت عندك من 1 ل 12. 1 ما فيش اوتونوميك، 2 ما فيش اوتونوميك، 3 فسطه، 7 فسطه، 9 و10. مهم للغايه. 1973 احفظها لك. باهي هادم الكرينيال. باهي كل الثوراسك، كل الثوراسك فيهم اوتونوميك، كل الثوراسك. قديش عددهم الثوراسك؟ 12 سيجمنت. باهي الواحد واثنين وثلاثه فيهم شو اسمه؟ فيهم اوتونوميك. والميدل تري ساكرال اثنين وثلاثه واربعه. حيها عليكم تنسوهم. هذا محل سؤال، ركزوا معي. الكرينيال 1973، ثوراسك كلهم، اللمبر 1 2 3، الساكرال 2 3 4. احفظهم، هذا حفظ مطلق. معاي؟ واضح هكي؟ ثوراسك كلهم، الساكرال 2 3 4، اللمبر 1 2 3، و 1973 وين؟ في الكرينيال. يا جماعة هذا مدخل او مكان ولاده الاوتونوميك نيرفس سيستم. يعني معلش بس لو اخذت سيجمنت، لو اخذت سيجمنت باهي ولنفترض انها كانت اس 2، اس 2 فيها اوتونوميك ولا ما فيهاش؟ اس 2 فيها، معناها اني حنتوقع لما نشوفها حنلقاها زي توا ولا شنو هو اللي نرسم فيه هذا؟ اللاترال هورن ولا اللاترال هورن شنو يطلع؟ يطلع في الاوتونوميك. افرنت ولا اي فرنت؟ اي فرنت. هنا موتور. افرنت ولا اي فرنت؟ اي فرنت. هذا سوماتيك اساس سنسوري، وش النوع؟ افرنت. بلك حد جديد عليك لما هو، بلك حد نسيه. انا ذكرتك بي. هذه الانتيريور هورن سيل، هذه البوستيريور هورن سيل، وهذه اللاترال هورن سيل. حلو. عادي نقول على الانتيريور فنترال. فنترال عادي. باه خدينا التعريف، خدينا التعريف. صوتي هنا يقطع عليه، مستحيل، اعتقد مستحيل.
هل حد ثاني صوته يقطع عنده؟ لا معناها مشكله عندك. باهي ديفينيشن فهمناه، اوريجن خذيناه، وبالله عليك احفظه لي. باهي مما يتكون الاوتونوميك خذيناها برضو امس، اللي هو شني؟ فرعين، سمباثيتك وبارا سمباثيتك. توا ناخذ التفاصيل بيناتهم. سمباثيتك نيرفس سيستم، هذا يتجزا في نظام، هي اللي مكتوبه صح فايت اور مش انت فلايت. انت مش حتقدر تهرب وتقاتل في نفس الوقت، يا تهرب يا تقاتل. احنا معرضينها او انت، هي غلط به. حلو. الاجزاء متاعها هي تتفعل كلها في وقت واحد، يعني جسمك حيركب الامرجنسي كونديشن، حاله يعني حاله يعني خطر، في حاجه صايره كبيره، فما ينفعش عضله دون ثانيه، ولا قلبك التنفس يزيد وقلبك كله يطلع مع بعضه. متفقين؟ تمام. سمباثيتك يا جماعه معناها الودي، هي بالعربي معناها الودي. باي ودي ما ترفعنيش حاجه، خدها بالانجليزي. الانجليزي معناها ماشيين مع سيمتريكال مع بعضهم، كله يطلع مع بعضه، كلها تهيج هيجه واحده. هذا الجهاز يخدم كله مع بعضه، هذا علاش سموه سمباتيك نيرفس سيستم. بقى انا ماني باش نعرف هالمعلومه، هي من حفظهاش محمود مش مشكله، لكن النقطه هي مهمه، يجهز الجسم لزياده في النشاط. اللي عنده مايك ضعيف، اللي هي صوت قلوبها، هي صوت قلوبها. ايوه فهي. هاي عندك شيء قلنا يجهز الجسم للاكتيفيتي تزيد. كيفاش يعني يزيد او امتى يتحفز؟ بيتحفز في الستريس. في الستريس معناها انا في حاله مانيش رايق، انا مشحون ومتنشن امرجنسي. فهي زي شني؟ زي الماسكولار اكسرسايز. واحد خاش بيتمرن، هل ينفع جسمه يكون هادي؟ واحد بيجري لا ولا واحد خايف قدامك اسد، كلب، قنشة، كرش، اي شيء، خايف باهي اسكتي عيب باهي. فشني؟ فخايف حيتحفز السمباثاتك. انت تقاتل او تهرب، حالتها هي كلها شني؟ من الجهاز المسيطر يبدا في الجسم، السمباثاتك ولا الباراسمباثاتك؟ سمباثاتك. بقى الباراسمباثاتك اسف اتس كاتابوليك، يعني انرجي كونسيومينج. شو رايك انت في الحاله هي، بتصنع طاقه ولا بتستهلك الطاقه اللي انت صنعها؟ هيك بالمنطق متاع ربك. تستهلك طاقة. اعطيني تو طاقة، مش وقتك ومش وقت. خلاص وصلتكم الفكرة، ممتاز جدا. تعالوا للباراسمباتاتيك، نقلبوا الكلام. rest and digest يعني اهدى واهضم، اصنع طاقة، روق، ارتاح، مشي امورك. ايش جاي الاجزاء هي ما تتفعلش كلها في نفس الوقت، مش شرط، انت ما تبيش كل عادي، كل مكان يخدم بالاوتونوميك يحتاج وقته يخدم وما يضايقش على الثانيين. عكس ميني؟ عكس السمباتاتيك. السمباتاتيك سميناه ودي، اهي هذا بالعربي اسمه الجار ودي. بارا يعني جارك، معاي؟ ودي وجار الودي، هذا ما يتخدمش مع بعضه، معايا؟ اكت سيبريتلي يعني يخدموا اجزاء دون اجزاء. يعني مثلا اللنج مرات تبدا رايقه بروحها، القلب رايق بروحها، الامعاء رايقه بروحها، بجوها بجو كل واحد بجوها. حلو. به تعرفوا ان هذا الجهاز خطير جدا 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 لو تفعل اكثر من اللازم. في سنه ثالثه بعون الله حتاخذوا مواد فارما، حتاخذوا شابتر في مادة الفارما اللي هي الأدوية، شابتر اسمه أوتونوميك. في أدوية لو تاخدها تحفز الباراسمباتاتك، وأدوية لو خديتها تحفز السمباثاتك. الأدوية اللي تحفز الباراسمباتاتك، تخيل أنت لو تحفز جهاز يطفي الجسم ممكن الإنسان يموت. هذا عبارة عن يفصل التكوات عليك
could be fatal. شو معنى fatal؟ قاتل. مركزين معاي؟ تو هذا يتحفز القلب ويتحفز كذا ما صار شيء، لكن ترى تخيل نوقف القلب، موضوع كبير، لأن هذا عكس هذا، هذا عكس هذا. وصلتكم الفكرة؟ هذا يهيئ الجسم لحالة الريكفري، الاستشفاء، العلاج، يخدم أثناء الريست مش أثناء الإمرجنسي. مفهوم يا جماعة؟ أظن الكلام مفهوم. باهي أنا بقولك حيكون باني ولا هادم؟ هادم. هادم معينك باهي. باني. باني بيبدي أي بريزيرف إنرجي، أي بيصنع إنرجي وبيخزنها. مفهوم هيك؟ معاي؟ معاك. سمباثاتك ينشط كله مع بعضه ويحفز الجسم وبيهيئك للقتال، للهرب، للخوف، للرياضة. الباراسمباثاتيك وبيصرف طاقة. الباراسمباثاتيك لا، انت رايق، جوك مليح، تبني، تبرى، تستشفى، تصنع في طاقة، ما تتفاعلش كلك مع بعضك. صعب الكلام توا ولا سهل؟ لا بح. توا توا شن العلاقة بينهم وبين بعضهم؟ يعني مثلا القلب، القلب مثلا هل يتغذى بالسمباتاتيك والباراسمباتاتيك، او في اعضاء تاخذ سمباتاتيك بس او اعضاء تاخذ باراسمباتاتيك؟ تعالوا نتعرفوا عليهم. اول حاجه حناخده العلاقه اناتوميكلي. اهي شو معناها؟ يعني مثلا ناخذ القلب ونشوف شنو عنده، ناخذ كذا ونشوف شنو عنده. في اعضاء عندها دبل انرفيشن. شو معنى دبل انرفيشن؟ عندها السمباتاتيك والباراسمباتاتيك. اغلب الاورجانز هي دبل انرفيشن، يعني عندها سمباثاتيك وباراسمباثاتيك. بالله عليكم صعبه؟ لا بس شو معناها انرفيشن؟ انرفيشن يعني نيرف، انرفيشن تدخيل اعصاب، يعني جايها خيط ضي من سمباثاتيك وخيط ضي من الباراسمباثاتيك. معي هيك؟ انرفيشن معناها تغذيه عصبيه. باهي في اعضاء عندها سنجل انرفيشن. سنجل انرفيشن شو معناها؟ معناها عندها اما عندها سمباتاتيك فقط، عندها سمباتاتيك فقط. معاي كي؟ خلي توا نعطيكم مثال ونقلبوا توا الصفحه، نفتحوا الشيت توا تشوفوا في الشيت صح ولا؟ ايه تمام هيك. ايه ممتاز. العلم راه والتطور حاجه كبيره. زي الجلد، الجلد بيشين مغذى بالسمباثاتيك فقط. معاي؟ الليمبس، السكيليتال ماسلز، بلود فيزلز نتاعها، الابر واللور ليمب، مغذيات فقط بالسمباثاتيك. باهي ابدومينال والثوراسيك وول، الجدار الصدري والبطني. باهي السكيليتال ماسل نتاعها والبلود فيزلز نتاعها باش متغذيات بالسمباثاتيك. الventricles of the heart وهي كلمة كبيرة جدا 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 جدا، ورحمة من الله إن ما حطش باراسمباثاتيك في الventricle متاع القلب، حنفهموا علاش. السبلين ما فيش بارا، الأدرينال مضلة ما فيهاش بارا. إذا الأعضاء هي كلها عندها سمباثاتيك. شو رأيك تحس إنها تبي حفظ ولا ما تبيش حفظ؟ وتحس هجيك سؤال ولا ما تجيك سؤال؟ يعني مثلا يقولك the following organs are innervated by sympathetic only، ويقولك except، يجيب لك ما واحدة ثانية، مثلا يقول لك مثلا مثلا اللنج. غلط. سمعت اللنج هنايا؟ لا. وصف فكرة كيف. اذا انت عندك خيارات، عندك خيارات اهما احفظهم لي، الجلد، الليمبس اللي هم الابر واللور. خديتوا الابر ليمب في الاناتومي؟ اخدين الابر ليمب اخدين. خلاص حلو. ايه هو الانترودكشن بس اخذيناه. في الثوراسيك عندي الوولز اللي هم الانتركوستال ماسلز، اهي، وعندي الابدومينال وولز، السبلين، الادرينا المضله، والفنتريكلز اهم واحد. الفنتر انا لو انا اللي كاتب الكتاب اول حاجه نديرها الفنتريكلز. اهي هاي هذه تقسيمه اناتومي. في اعضاء عندهم شنو اسمه، عندهم دبل انرفيشن، واعضاء عندهم شني سينجل انرفيشن.
عرفنا ان معظم الاعضاء هي دبل، لكن عندي استثناءات. فهي قريب شني سته استثناءات، هذا عباره عن سمباثيتك اونلي. حد عنده صعبه المعلومه؟ عبره عيب عيب. حنقسمهم فانكشنال. شو معناها فانكشنال؟ يعني من ناحيه وظيفيه، هل هم ديما عكس بعض؟ هل في تقويه؟ هل يخدموا زوز يديروا نفس الوظيفه على نفس الاورجان؟ تعالوا نكتشفوا مع بعضنا. اولا في علاقه بيناتهم اسمها انتاغونيزم. شو معناها انتاغونيزم؟ ضديه. يعني على اورجان معين انت بتدير شيء انا بندير عكسه، زي اللي بين. طيب ركزوا معي. Is the main relation، أكثر حاجة هي هذه الانتاغونيزم. يعني أنا من أمس أوضح لك إن الزوز عكس بعضهم، لكن هل ديما عكس بعضهم؟ الإجابة لا، الإجابة لا. لكن ما ينفعش نقول كاسمع من الأول هم عكس بعضهم، لكن مش ديما، مش هيك العلم. اللي نبيك تفهم أن السمباثيتك والباراسمباثيتك عادة عكس بعضهم، صح ولا غلط؟ صح. فهي هذه العلاقة الأساسية هي المين. فهي يعني واحد يدير في اكسايتاتوري او اكسايتيشن تحفيز لبعض لاورجان، والثاني انهبيتوري يثبط. ممتاز. خذ لي اشهر ثلاثه اعضاء، اشهر ثلاثه اعضاء. هاي القلب السمباثيتك يدير لك تاكي كارديا. شو معنى تاكي كارديا؟ قلبك يبدا ينبض بسرعه. حلو حلو. الباراسمباثيتك هذا طبعا لو تحفز مني السمباثيتك شو بيصير للقلب؟ هيتحفز. فهي الباراسمباثيتك لو تحفز، لو حفزنا الباراسمباثيتك شو بيدير للقلب؟ برادي كارديا. برادي يعني يبدا ينبض يهدى شويه، ينبض يهدى شويه، ينبض ويهدى شويه. معي هيك؟ اي دكتور. بح. علاش يا دكتور؟ علاش يا منى ما فهمتيش؟ كيف حاجة تخدم؟ كيف حاجة تخدم ضد الثانية؟ هذه كيف؟ كيف؟ منك شنو نشرحه من أمس؟ كيف؟ كيف؟ فهي هو ربك هيك خالقها. إن في يعني عندك أورجان، افترض معي هذا أورجان، افترض معي هذا أورجان، بعتي له خيط، بعتي له خيط بالضبط يعني الحفاظ على التوازن، بعتي له خيط، هذا يدي خيط ينشط وخيط ثاني يثبط. علاش؟ في أي حالة ستريس يا منى، في حالة بنهرب ولا بنجري، قلبي نبي ينشط يصير له تاكي كارديا ولا يقعد هادي ينبض بشوية؟ لا نبي ينشط. باي ممتاز. نفس قلبك وانت مقعمزة هادية ومقعمزة تتفرجي على المحاضرة وجوك مليح، تبي قلبك يقعد ينبض وينشط ولا يبدأ هادي؟ لا هادي. هذا اللي نشرح فيه أنتاغونيزم، عكس بعضهم. علاش؟ باش نحافظ على توازن الاعضاء. انفولنتري، امتى ما ينشط القلب، ما امتى يستدعي الوضع ينشط نعلي الرتم، امتى ما نبيش ينشط نهدي الرتم. وصلت؟ وصلت بنتي؟ اي تمام. ده هذا على الهارت. على البرونكاي، البرونكاي فاهم تاعك الرئه. شوفوا جاي، انت وانت مرتاح، وانت مرتاح تبي هلبة اكسجين، ولو انت تجري ولا بتطريط تبي اكسجين اكثر. اما هيك بالمنطق لما نجري نبي هلبا اكسجين. ممتاز. معناها الطبوات هما اما احسن في السمباتاتك، نوسعهم ولا نضيقهم؟ نوسعهم. ممتاز. اذا السمباتاتك بالنسبه للبرونكاي حيدير برونكو دايلاتيشن، برونكو دايلاتيشن وسعت لشني البرونكاي. بالعكس الباراسمباتاتك انت مقعمز رايق، علاش نقعد ناخد في اكسجين هلبة؟ سكر لي شويه البرونكاي، فدي لي برونكو كونستريكشن، زي فازو دايلاتيشن فازو كونستريكشن. مفهومه؟ ايه تمام. باه امس ركبت لكم كلمه كي في الوسعك في الضيق، هي في الضيق هيكي سم، شويه سم في العسل خلطتها. ترى في الجي اي تي انت توا قدام اسد وبتهرب، فهي هل من الحكمة إني أنا نقعد وقت هضم ونقعمز نهضم في الماكلة اللي أنا واكلها الصبح سكالوب ولا شنو واكل على الصبح؟ هل من الحكمة؟ لا لا لا، لأنك أنت شن بيصير لك؟ الانتستين تبعت لها دم وبتقعد تصبر عليها وتراجع، بتصرف تاخذ هلبة دم راسها 700 مترو وبتبدأ تاخذ دم وغيره.
لا 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 لا، ابعث لي دم للعضلات يا غالي، خلي لي جي اي تي تنقص الموتيليتي متاعها وينقص الدايجيشن منها مش وقتها. باي مين اللي قلنا عليه ريست اند دايجست، يعني اهضم، الباراسمباتيك. معناها في الباراسمباتيك جي اي تي موتيليتي بتزيد، تبدا تهضم وتبدا تاكل، بتبدا قصدي تبني الغذاء وتبدا تقص الغذاء وتبني وجو المليح باش تصنع طاقه. هل مفهومة لينا المقارنة هي ولا مش مفهومة؟ اي واضحة الجي اي تي زي ما بكري قلنا كتابوليزم وانابوليزم. ما نبيكش تحفظ هيك. هل انا في الباراسمباتيك نبي نهضم ولا ما نبيش نهضم؟ نهضم، لكن في كبار السمباتيك نهضم. ما ينفعش اني نهضم، انا بنجري تو بنتريض، مش وقت اني انا ناكل شني الغذاء معايا يا جماعة. تمام. ده هذه العلاقة كانت تضاد ولا مش تضاد؟ تضاد. ممتاز. في علاقة ثانية بيناتهم بهي اسمها ساينرجيزم. ساينرجيزم معناها أني ندير حاجة، هيا صاحبي نديرو، دير معايا أنت حاجة ثانية، وزوز ندفعوا بحاجة معينة. يعني إحنا حنخدموا مع بعضنا، مع بعض نقووا بعضنا. معاي؟ كومبليمنتري أكشن. شو معنى كومبليمنتري أكشن؟ بنكمل بعض. فهي أهما أهما طبعا استثناء راهو كبير، تقول لي سمباتاتك يتلاقى مع بارا سمباتاتك في الخير، عادة ديما عكس بعضهم، صح ولا مش صح؟ صح. في حالة واحدة فقط في أثناء الجماع، سيكشوال انتركورس. أثناء الانتركورس، انتركورس معناها جماع، سيكشوال الجنسي. فهي لازم ما تحفظ البارا سمباتاتك يدير اريكشن، انتصاب. فهي في البينس في المين او كلوترس في الفيميل، يدير انتصاب. فهي ويدير افراز للسيمينال فيزيكلز والبروستات، يعني يبدا شيني، يبدا في تجهيز المواد اللي بيفرزها الراجل. السمباتيك شنو يدير؟ يدير الاخراج اللي هو شنو؟ الايجاكيوليشن. جماعه هنايا خدموا عكس بعض ولا خدموا مع بعض؟ خدموا مع بعض. خدموا مع بعض. مهم تعرف ان اللي يدير في الانتصاب البارا سمباتيك، اللي يدير في الايجاكيوليشن سمباتيك، ما تنسوهاش يا جماعه. دكتور شو معناه سيمينال فيزيكال؟ السيمينال فيزيكلز هما هادم عباره عن حويصلات موجوده في الرجل يطلعوا في الفركتوز باش تتغذى عليه الحويصلات الحيوانات المنويه سبيرمز، السيمينال فيزيكل. تمام. باهي، والبروستات تطلع في قاعده باش تتعامل، باش تتعادل مع الحامضيه نتاع الفاجينا، ما يموتوش شني سبيرمز. هذا مش ليكم التفاصيل هي، تو تاخذوها ان شاء الله في الهيستو وفي الاناتومي. لكن شو تبي تعرف هنايا، هل خدموا مع بعض ولا عكس بعض خدمة مع بعض هنا في حالة واحدة. السيكشوال انتركورس فقط؟ معاي؟ باه. في علاقه ثانيه او علاقه ثالثه بعد الانتاجونيزم والساينرجيزم اسمها السيميلاريتي. شو معنى السيميلاريتي؟ الزوز يديروا نفس الوظيفه، الزوز يديروا نفس الوظيفه. اما كان بشكل استثنائي يديروا فيه نفس الوظيفه، قال لك في السليفري سكريشنز، اللعاب. الزوز يطلعوا لعاب، الزوز يطلعوا اللعاب، مفهومه؟ لكن ركز معي، هل اللعاب وانت خايف زي اللعاب وانت مرتاح؟ الاجابه لا. لاحظوا انت خايف او انت تتريض ولا تجري ولا في مصيبه، اللعاب يبدا يابس لدرجه كانه يجف، اللعاب لزج هلبه. مركزين معاي في الموضوع؟ هو بهي يبدا شني شويه في الاماونت، ما فيش ميه هلبه لدرجه تعطش. بهي ومعبي انزيمات، انزيمات محلله. هذا في السمباثيتك يبدا فيسكت، فيسكت معناها لزج. فهي تروفيك اسم ثاني ليه. بينما في البارا سمباثاتيك لا، ووتري، وانت مقعمز رايق تبدا عطشان، الاجابه لا. فهي جاب فمك جاف وانت رايق ومقعمز، الاجابه لا. لارج اماونت في الووتر وهو اصلا اللعاب هلبه وشويه انزيمات فسطه.
هما شبه عكس بعضهم، لكن الزوز حفزوا السليفري جلاند، صح ولا غلط؟ صح. الزوز حفزوا، لكن الناتج يختلف، الناتج طلع يختلف. في السمباتاتيك فيسكت، في الباراسمباتاتيك ووتري ترو حقيقي، زي اللعاب اللي نعرفه. في السمباتاتيك شويه ميه هلبة انزيمات، في الباراسمباتاتيك هلبة ميه شويه انزيمات. معاي؟ تمام. سهل ولا رأوا الكلام سهل؟ اهي تعال معاي، تعال معاي للعلاقة الرابعة، الدوميننس. شو معنى الدوميننس؟ مين يعرف ترجمة الدوميننس؟ من زي الاندماج، زي شني؟ اندماج لا لا، هيمنة صح. مسيطرة، أمشيك مسطرة. بهي حافظ، مش حافظ الباقي. بهي هذا الدوميننس. الدوميننس يعني في اورجان متريس عليه السمباثيتك، معايا يا جماعه، او اورجان مسيطر عليه الباراسمباثيتك. وصل الفكره؟ جو المنطقه هي ليا، معايا يا جماعه. به اعطينا مثال، قال لك ولا نقيس عليكم بيسو بتوع البيرو. ايوه عندك شني السمباثاتيك، هو قال لك شني بالنسبه للفازو كونستريكتور تون كيبينج او الديامتر بتاع البلود فيزلز، عاده في الارتيريال هو اللي شاد لا اله الا الله، هو اللي شاد السيطره على الارتريات. يعني مين اللي يدير في فازو كونستريكشن؟ السمباثيتك. سمباثيتك، وما فيش بارا سمباثيتك. علاش؟ لان تتوسع هلبة، لو تحفز بارا سمباثيتك الضغط يطيح، الانسان يموت، رحمه من ربك. ان الارتريات من اللي شادها؟ سمباثيتك. مش معناه ما فيش بارا سمباثيتك، لكن شويه لا يعتد بهم. معاي؟ باهي وين المكان اللي مسيطر فيه البارا سمباثيتك؟ الهارت. وين في الهارت؟ لا انا قلت لك الهارت ما فيش يرى بارا سمباثيتك، ما تفكروا الفنتريكل ما فيش شيء، لكن في حاجة اسمها اس اي نود، السام. الاس اي نود اللي هي شني؟ اللي هي البطارية، مش واخدينها قبل؟ لا أول مرة. شو هو الاختصار دكتور؟ اس اي نود اللي هي شني؟ ساينس ارتيريال، يعني اللي هي ساينس ارتيريال اللي موجودة في الاتريوم. هذه البطاريه بتاع القلب، احنا عندنا زوز بطاريات اس اي نود واي في نود، الارتيريو فنتريكولر يعني جايه بين الاتريوم والفنتريكل، وهذه جايه في الاتريوم. الاس اي نود متحكمه بيها بهي الميني الباراسمباثيك باش يهدى نبض القلب السريع. معاي؟ باش تهدى نبض القلب السريع الفيجل تون يسيطر شويه. الفنتريكل فيها باراسمباثيك، مصيبة كان هذا، مصيبة. كان يتحفز الباراسمباتيك، الإنسان يوقف الفنتريكل، والفنتريكل هو اللي يدخلنا في القلب، هو اللي يدخلنا في الدم، فالإنسان يموت. علاش من بكري؟ قلنا راه كود بي فيتال، وعلى فكرة يعني حتى هي مرات الباراسمباتيك لو تحفز أكثر من اللازم الإس إي نوت شت داون، وهذه مشكلة كبيرة. باه، شنو نبي نقول باختصار؟ العلاقة أنتاغونيزم وساينرجيزم وسيميلاريتي ودوميننس مفهومه لتوا، وكل واحد ضربنا لها مثال، بل حد مش فاهم. دكتور الدوميننس هذه مش يخدموا الزوز مع بعضهم، قلنا في سيستم واحد وكأنه واحد يعني. نغير في كلامي توا، نغير في كلامي شويه، نضيف شويه تعديلات، نقول لك اسمعي راهو في اعضاء مسيطر عليها، احنا زوز نخدموا مع بعضنا، لكن 90% او 80% 20%، ففي سيطره ومسطره وتبص لورا ومش عارف، مش عارف ايش كانت تقول الاغنيه، في ولا ما فيش في الشيء هنا؟ في فكره كيف؟ يعني في سيستم غالب على سيستم في اماكن معينه، عاده احنا ضد بعضنا، مكان واحد نخدم مع بعضنا في السكشوال انتركورس، في مكان نخدمه فيه زي بعض مع نفس الشيء في السليفري، في مكان انا مسيطر فيه دون عن الاخر. معي؟ من اللي بيسيطر؟ انا الاخيره ما فهمتهاش، من اللي البارا سمباتيك مسيطر على البطارية.
باهي السمباتاتيك مسيطر على التون نتاع الفازو كونستركشن. اخر علاقه الريسيبروكال انتر اكشن او الريسيبروكال اكشن. شو معنى الريسيبروكال؟ تبادلي. يعني لو خدمت انت انا نطفى، ولو خدمت ها لو خدم هذا ينطفى معاي. فيهاش فكره، ما تبيش منها حاجه تو، ووصلت لتو هيك هما العلاقات. وضحت لنا اناتومي، قسمنا كاناتومي. شو قلنا في الاناتومي؟ ان فيه اللي يخدم دبل دبل انرفيشن، وفي سنجل اللي هما سكن لمب ابدومين وثوراسيك وفنتريكل وسبلين وادرينال. سمباتاتك فقط. باهي، بينما في فانكشن عرفنا ان في وظيفيا في علاقه عكسيه، وهذه المين في ساينرجيزم نقوي في بعضنا، في سيميلاريتي نخدموا على نفس العضو بصيغه موحده، نحن نطلع في لعاب. في دوميننس اللي هو سمباتاتيك للفازو كونستركشن او للبلود فيزلز، والباراسمباتاتيك لميني للاس اي نود. وفي الريسبروكال، انت خدمت انا وقفت، انت وقفت انا خدمت. وصلت معنا لتوا؟ تمام. اليوم نتكلم عليه الجنجليا. الجنجليا اللي هي شنو؟ الكمكومة اللي شرحنا عليها آمس، اللي قلنا في قبلها بري واللي بعدها شنو؟ بوست. معاي؟ صح. الجنجليون شنو معناها؟ كوليكشن اوف نيرف سيلز، خلايا من السوما. سوما معناها جسم خلية. ما تنساش ان الخلية العصبية هيك شكلها. هذا شيني، هذه السوما مش سوما صحيح. وعندك شيني، وعندك هذا اكزون. اكزون اللي هو شيني الليف المحور اللي هو شيني الخيط متاعها، والسوما هو جسم الخلية. اذا الجنجليون معبي سوما ولا اكزون؟ هيا اكزون. عينك هي منى هيك تخيرها الاجابتين، ما عمرها تختار الصح، ما عمرها. راو تولد في روحك. ركزوا في السؤال قبل من نجاوب من تجاوبوا. انا قلت لكم انها عباره عن سوما اوف نيورونز، يعني الجانجليون هي متكونه من اجسام الخلايا العصبيه، مش الاكزونز. مش الاكزون، الاكزون هو هذا اكزون وهذا اكزون. الجانجليون يا جماعه من شو متكونه من اخر مره؟ سوما. ممتاز. اوتسايد السي ان اس، ما همش من السي ان اس، بريفرال تو احنا طلعنا، لان احنا شنو هو بيتكونوا الجانجليونات هما بعد سباينال كورد. معي هيك؟ معي دكتور. طيب نشوفوا انواعهم. طيب هما ثلاثة باهي، إما لاترال أو كولاترال أو تيرمينال. نفهموهم شوية وفكرتهم بسيطة جدا. لاترال تخيل معاي، تو تخيل معاي هذا سباينال كورد باهي. تخيل معاي هذا سباينال كورد. سباينال كورد هو أنت تشوف له من القدام، يعني هيك طالعين زي تو النيرفات. معاي؟ معي يا جماعة؟ اللاترال اسم ثاني ليهم بارا فيرتبرال. بارا شو معناها يا جماعة؟ جارة يعني جارة الفرتبرا، يعني جنبك هنا هيك هيك هيك. جانجليون جنب ميني، جنب الفرتبرا الكولون أو سباينال كورد. الزوز صح. فهي هادو فورمينج سمباتاتيك تشين، يصنعوا حاجة اسمها سمباتاتيك تشين، سلسلة السمباتية أو السلسلة الودية. باهي شوف عددهم قداش. عددهم 26، 3 سيرفايكل، 12 توركس، 5 لمبر، 5 ساكرال، 1 كوكسيجيل. اللاترال متكونة فقط سمباثيتك، فقط سمباثيتك، ما تنسوهاش، فقط سمباثيتك. معي هيك؟
باهي تمام تمام جدا. الكولاترال، الكولاترال ماشيه الميدوي، الميدوي بعيد. من سباينال كورد والفيزرا اللي ماشي لها الاورجن، مثلا افترض انه ماشي لعضله او اي شيء، هذا شو يسموه فيها كولاترال؟ هي بيج ارتريز، ابدومينال، اورطا، اي كان. وعاده يسموا فيهم بامكانهم سيلياك، سوبيريور ميزنتريك، انفيريور ميزنتريك، مش موضوعك. الكولاترال لهما او البري فيرتبرال يسموا فيهم او نوعهم سمباتاتيك وبارا سمباتاتيك ميكسد. هذا مشيني ميكسد. اللاترال شيني سمباتاتيك اونلي، الكولاترال ميكسد. بالضبط. باهي في حاجه اسمها تيرمينال، تيرمينال يعني خلاص لازقه في العضو، هي مرات خاشه في العضو نفسه. اونلي بارا سمباتاتيك، اونلي شيني يا جماعه بارا سمباتاتيك. لاحظها بدت بسمباتاتيك في اللاترال، في الكولاترال زوز، في التيرمينال في النهايه شنو ولت؟ بارا سمباتاتيك اونلي. حد فاهم حاجه؟ ايه انا فاهمه. ترى معلش هذه سمباتاتيك تشين تقبلها تمام، تتكون فقط سمباتاتيك، علاش برا فيرتبرال او نسميها لاترال. الكولاترال ميكسد، لاحظها جايه جنب الارتريات الكبيره وتتسمى عليهم. التيرمينال مثلا في العضو نفسه، هذه مثانه بوليه اونلي بارا سمباتاتيك. معاي؟ شنو وظيفتهم؟ سكر الاجتماع، نتلاقوا في اجتماع ثاني نفات ال 40 دقيقه. السلام عليكم.